كوني انتي الشام وتعلقي نص القلب عشكلها شامي وعاهد هادت نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت عنبضك الشامي وبيصير نبض الوقت عنبضك الشامي لو كنت انت الدنيا رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عشكلها شامي وبتعلق بنص القلب عشكلها شامي عاهد هدت نبض القلب توعدني وبتنام بيصير نبض الوقت عنبضك الشامي بيصير لما الغمام يزيح القلب مركب حن والعاشق ميناء القلب مركب حن والعاشق ميناء ورح كون مين الحب ترتب الأحلام رح دوزن موتار القلب تا تقدري وائل مشان الله يا اختي مو شايفه حالتنا وكل الله لك اخي وكل الله عم نخسر يا عبير عم نخسر لا حول ولا قوه الا بالله الا الله يفرجها والله يا اختي بعرف انه الله رح يفرجها بس انا رح جن وين عم تروح المصاري انت الحق عليك ليش عم تترك ابوك لحاله بالمحل طيب شو اعمل اذا انا طول النهار عم بفتر بالسوق ابوك رجال كبير بجوز هو عم يخربط بالحسابات طيب رح امشي معك يخربط بألف ألفين مو بهيك مبلغ وائل اليوم لقيت 25,000 ليرة أوف 25,000 إيه أنا وفايتي عند الدهليز وينهم؟ ليكم ليكون أبوكم موقعه معقول الله يعطيك العافية فعلاً شغل بيرفع الرأس الله يخلي لي إياك يا سيادة الوزير معنات على الحكي أنت خلصت يعني بيان شوية رتوش بس يوم الخميس إن شاء الله بتقدر اللجنة تجي تستلم ممتاز لأنه الأحد موعد وصول الوفد وأنت ما خيبت ظني يا مختار الله يقدرني ما خيب ظنك أبداً أنت بتضلك كفو كفو هات من طيبة يا بي ايه عرفنا وين عم تروح المصاري شو هالحكي؟ لما اليوم لقيت 25,000 ليرة بأرض الديار ايه وشو يعني؟ أكيد واعي منك ليكن؟ لك أبي أنا بعمري ما ضيعت مصاري بركي حدا زايرنا واعي منه والله ما بعرف هات شوف هات سكر المحل بالحالي اللي نفهم شو القصة سكر يبي. المحل تعال جيتك أبو محمد كيفك؟ 25,000 ليرة لقيت يوم بأرض الديار شلون بقى؟
ايابي مو بارض الديار، انا كنت فاتة ولقيتهم من عند الدهليز، ما بعرف بيكونوا واعين منك. لا بنتي، انا بعمري ما وقع مني مصاري، شلون بده يوقع مني هيك مبلغ 25000 ليرة؟ والله هذا اللي صار يابي. ايه هذا اللي صار، هذا اللي صار. انا بالاذن يابي بدي اطلع على المدينة الجامعية، بدك شيء؟ سلامتك أبي، الله معك، لا تتأخري. ها لا إن شاء الله ما بتأخر، جاي على ضوء. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامة يا بنتي. يا بي سمعت بدنا نسلم المحل. آخ لك ابني، إذا ما سلمت المحل شلون بنحل مشاكلنا؟ يا بي المهم ما تسلمه. لك يا ابني الله يرضى عليك، ديوننا صارت متلتلة، إذا ما سلمنا ما فينا نحلها. طول بالك يا بي، إلا ما لقينا حل. وشو الحل؟ هات لشوف، إذا عندك حل أعطيني إياه. هاي بدها صفنة. صفون صفون، لإمتى نضل عم نصفنا؟ لإمتى؟ لحتى تخرب الدنيا فوق راسنا؟ بدك الصراحة يا أبو صبحي ما تزعل مني، ها يعني بدك 100 سنة لتعرف تساوي الكورنيش اللي سوا مختار. عمي أنا لا بدي 100 سنة ولا بدي ساعة، بدي 100000 اللي أعطيتك إياها عندي بالمحل، ويا دار ما دخلك شر. يعني راسي يا أبو صبحي، عود خلينا نتفاهم. أبو صبحي شرف شرف شرف، أبو صبحي شرف حبيب قلبي شرف. أهلين أبو صبحي. أهلين بالغالي. يا أهلا وسهلا، شو بدكم تاخذوا؟ أبو صبحي شو بحب تشرب؟ ما بدي شيء. طيب اثنين قهوة سادة لبين ما نروح. تكتم معك. أهلين وسهلين. أبو صبحي الحق حق، شغل مختار لا يعلى عليه. يعني هلا بفهم من هذا الحكي، يعني ما رح تسعنا هيك بشي مناقصة عنكم بالوزارة ننحس فيها أصبعتنا؟ أبو صبحي أنت روح شوف شغل مختار، شوف الكورنيش اللي سواه خلال أسبوع، لك شوف الشغيرة اللي عندهم ما شاء الله عليه، لك أصابيعهم تلتف بذهب. شو عم تحكي انت يا روحي؟ شو عم تحكي؟ لك هاي نحن مصلحتنا من 50 سنة، يعني ورتانين أبا عن جد؟ أبا عن جد؟ لك يا حاجي أبو صبحي حاجي، بقى شغلك كله بزاري، روح جيب صناعية مثل العالم والناس يشتغلوا معك. اسمع مني أبو صبحي، هذا اللي طلع معك روحي؟ حفر الموزايك موهبة وفن يا أبو صبحي، فن؟ شو روحي ما فهمت عليك، حاسك رح تنبرق. كنت تحكي بالمصاري صرت تحكي بالفن؟ بس الله أيام المصاري والألف جنب الألف. عمي نحن لقمتنا على قدنا، مو مثل هذيك اللقمة اللي بتغصص. عموما جيب لنا مصارينا وكل واحد ياخذ قلاله. طول بالك يا ابو صبحي شباب، طول بالك، فضحتنا قدام الناس، خلاص بكره الصبح بكون المصاري عندك. ما حذرت، معك ساعتين، ساعتين بالعدد، بكون بالمحل والمصاري بتلحقني لهنيك، والا قسما بالله العظيم بطلع لعند وزيرك وبحكي له على كل الملفات. ابو صبحي طول بالك. ها شرف عم يشرف، اجت قهوه نشربها بالافراح اذا صار عندك افراح، ورح نعتبره لهاليوم ليك وبكره رح يكون عليك. بس يعني لا حول ولا قوه، لك شو هالعلقه هاي؟ يسعد لي مساك يا ابي. لك اهلين لموش، الله يسعد لي مساك يا ابي. يا ابي فيني اطلب منك طلب؟ وليش لا؟ انت بتأمري. ما يأمر عليك ظالم، بصراحة أنا كتير ضايق خلقي، ورفيقتي ليلى أمها كتير مريضة، فبدها تسافر لعندها عالضيعة أسبوع، تسمح لي روح معها؟ لا ما بسمح لك أمي، لأنه أنا لا تربيت ولا تعودت أنه بناتي يناموا برات البيت. بس يا بي أمها كتير مريضة. الله يعافيها، منتهينا من الموضوع أبي، نومي برات البيت ما في، ولا تتعودي العادة عيب نوم. يعني آخر مرة بتصربي مني هيك طلب، الله يرضى عليك يا بنتي. قومي على فرشتك. لما مجنونة أنت، خليك تنامي برا البيت أسبوع. إيش في يا أم، أنا رفيقتي مريضة. يا ستة وإذا مريضة، تنامي هي أنت. الله أنا بدي إياك تساعدني وأنت عم تحكي هذا الحكي، هل عني أنت بتعن؟ شو صار معي؟ تأخرتي كثير علي. والله ما بعرف شو بدي أقول لك، قال ما عم تقدر تقنع أهلها. وأنا شو دخلني بأهلها؟ أنت قلتي لي فيك تجيبيها.
ما بعرف، ما قدرت أعمل شيء، بس جلال عم يقلي إنه في عنده حل. وينه جلال؟ شوي وبيجي. بعتي لي على الفيلا. أنا بس ما بدي سبب لك أي إحراج. بس أنت ما عم تسبب لي أي إحراج، أنت قطعتني بفرد مرة، يعني 4 أيام وأنا ما بعرف عنك شيء. كنت بدي أعرف مكانتي عندك. هلأ هيك بتعرف مكانتك عندي؟ بتبعد عني؟ لو كمان حسيت إنه وجودي بحياتك كتير مزعج. بالعكس. طيب أنا آسف. أنت شو أخباري؟ ولا شيء، لساتني عم بشتغل على رسالة الدكتوراه. حلو. بس بدي منك شغلة، بديك لما تطلع مداهمة تاخدني معك. هلأ أنا بعرف إنه هذا شيء قانونيا ما بيصير، بس أنا بدي روح معك. بصير خير. تمشي؟ أوكي بنمشي. إيه، بيتي ملكي والحمد لله، والملك لله تعالى. صدقني يا أخي مختار، هدى رح تكون بالحفظ والصون، وبيتي صاير جنب الجمعية الخيرية، لذلك رح تكون هدى عون لإلي وزخر لأعمال الخير بعون الله تعالى. عن إذنك أخي كريم لجيب القهوة بس. تفضل. هذا طالب ايد هدى بس انا ما التحت له. سأل اختك تقبرني برضاي عليك، لا تقطع بنصيبه. ماشي يا مو. الله يرضى عليك. شوفي اختي، مشان ما تقولي بيوم من الايام اني وقفت بوش نصيبك، هذا كريم ما حبيته، بس بيضل الرأي رأيك. أخي هي شايفته مناسب، خطيتها برقبتها، خلينا نتكل على الله. طيب، السكوت علامة الرضا، مثل ما بدك أختي. الله يقدم اللي فيه الخير. إيه أخي كريم، خلينا نحكي بالطبع. تفضل شرف. رح نكتب لهدى 500 متقدم و500 متأخر. اوف 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 اخي مختار، ليش كل هالتعقيد؟ هذا مو تعقيد يا اخ كريم، بس انا لازم اضمن حق اختي وامن عليها. الامان برب العالمين عز وجل. لا اله الا الله. طيب اخي، انت لما جوزت اخواتك ما كتبت لهم متقدم متأخر؟ بلى، بس ما عملت هيك. كان شو عملت؟ عملت 100 متقدم ومية متأخر. بعدين يا أخي مختار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مشان هيك في مجال يصيروا 100 متقدم ومية متأخر. من اين تعلمت هالحكي لو؟ شباك، من وقت اللي كنت فصعون صغير وابي كان ياخذني معه على السوق، يعني انا ربيان بالسوق ربيان. بس ولا بعتها للسياره لو؟ لكن لو، وبكره كمان بس نفتح المكتب رح نبيع كثير سيارات. اسبح، قوم عزمنا بهالمناسبه. احلى عزيمه لو، شرف. قربانه انا. اي والله هذا اللي صار. لك تقبريني ما في مشكله الا ولا حل. المهم كتب كتابك يوم الخميس الجاي ان شاء الله. الف مبروك ان شاء الله جوازة الدهر تقبريني. الله يبارك فيك، هذا كله من دعواتك. بس يا مو ما في داعي للعرس. ما بصير بالعرس، شو هالحكي ها؟ اي والله كلها تكاليف زايده. اخوك متكفل بكل شيء، قال شو ما بدها بشتري لها. كتر خيره، يلا ان شاء الله خير. ان شاء الله. سعاد بدك تظل اختي بعرسي ها؟
جاهزين تقبريني؟ إذا قلت ما فرحت وزلغطت لمين بدي زلغط؟ خير؟ شو صاير؟ اتصلت فيني لما قبل شوي وقال ما قدرت تقنع أهلها أنه تسافر، عشان هيك أنا كتير خايفة عليه. وانتي برأيك شو؟ رح تهرب؟ بتعرف نمر؟ رح أقلك على شغلة. هلأ أنت وقفت جنبي وعملت مني إنسانة جديدة، مشان هيك كمان بدي إياك توقف حدا للمع، لأنه أنا كتير خايفة عليها. هي مجنونة وممكن تتصرف أي شيء، وخصوصي إنه أهلها كتير محتاجين مصاري هلأ، فهذا الشيء رح يحفزها تعمل أي شيء. الله يخليك، ما تتركها لحالها. طمنيني أنت، لازمك شيء هلأ؟ ما سألت لي على شغل؟ خلاص بكرة، وأحلى شغل، بس شو ما كان يكون ها؟ شو ما كان يكون؟ أي لا والله، ما بقبل أقل من مدير عام. حقك على راسي، أمرك. أنا لازم أمشي، عندي شغل. دير بالك على حالك. صباح الخير. سوسن، سوسن. إيه حبيبي؟ تعي تفرجي حبيبي، شوفي شوفي حالك هون وانت عم تفردي. الله تأسريني أسر، الله عليك ما أجملك حبيبي. أنا كتير تعبت وبدي نام. أنت ما بدك تنام؟ طبعا بدي نام، بس بدي أتفرج على هاي الحفلة. إذا بدك تنامي ملاكي طلعي نام. شو عم تحكي انت؟ الخميس الجاي كتب كتابهم؟ اي هلأ كنت عندهم وهيك قالوا لي. باركت لها لهدى. ما عم بقدر صدق. معقولة؟ اي معقولة، ليش مو معقولة؟ شو بكي انت؟ ليكون في شي بينك وبين كريم؟ لا، شو بده يكون في بيني وبينه يعني؟ ليش هيك عم تحكي؟ يعني كل ما بتنجاب سيرته هيك بحسك بتتكركبي.
شوف الفيديو. عرفت ليش؟ عادي خالد، عادي. حازم، انت بدك تروح على بيت اهلك ولا على البيت؟ لا، ما بدي اروح على بيت اهلي، ضايق خلقي والبيت كله مشاكل. أيوة، يعني حلا كمان متضايقة بالبيت؟ عفواً، شو قلت؟ لا مو قصدي، يعني أنا أعتبركن مثل أهلي. تعتبرنا كيف ما بدك، بس سيرة أهلي وحلا ما بتجيبون على لسانك، فهمت؟ حازم حازم، أنت مو تفهم علي. فهمت عليك حازم. صحيح ولا السيارة مو أنت اللي بعدها؟ كأنه الزلمة تنش؟ إيه، كأنه نام على القصة. إيه؟ عايم شوفه. بس مثل ما فهمتك، سيرة حلا ما بتجيب على لسانك. امسك. مرحبا شريك. اهلين، خير؟ شوفي، بدي نسبتي من بيع السيارة. شو؟ بدي نسبتي من بيع السيارة المقصوصة. مين قال لك مقصوصة؟ انا امبارح سمعتك وانت عم تقول انه السيارة مقصوصة والله يبعث لها شي زبون غشيم ياخدها. ايوه، اروح عمي روح، خود رفيقك وروح افتح مكتبك. مفكر على يومين صرت معلم؟ يعني بدك تاكل حقي؟ لا حقك ولا شيء، خود رفيقك وتفضل. بيصير خير؟ ايه بيصير. جوان، ايش في حازم؟ شرف، بطلنا. يلا ايه؟ يلا اتكلي على الله. بخليل، على عيني. الله يرضى عليك. بدك تكتب كتابك الخميس الجاي على هدى؟ شبك يا عبير؟ ليش هيك معصبة؟ جاوبني، بدك تكتب كتابك على هدى الخميس الجاي؟ عادي واهدي وخلينا نحكي بهدوء ورواق. ما بدي لا اقعد ولا احكي، هالحكي صحيح؟ ايه صحيح. وانا؟ شبك انت؟ شو نسيت انه متزوجين يا منافق يا كذاب؟ لا تكبري بالحكي، عادي لنفهم ولا تنسي انك مرتي. انت واحد نسوانجي وحقير. قلتلك لا تكبري بالحكي، بضربك. ها، بدك تاكل بعقل حلاوة للمخلوقة؟ لك ما صار لك بتعرفها كم يوم، صرت بدك تتجوزها؟ عبير، انت متوترة كتير. عادي واهدي وخلينا نحكي. شو بدك تعمل يعني؟ بدك تتزوجنا نحن التنتين وتخلينا نقعد مع مرتك؟ بدك عم قلك خلاص بقى عادي. شو صار لك العمى؟ ما صار لي شيء، بس انضحك علي وانخرب بيتي. خلص عبير، خلص اهدي اهدي، رح نحل كل شيء. اهدي. هن كلمتين ما في غيرهم. شوف، يا بتنهي مهزلتك هي، يا اما قسما بالله بتشوف شيء بحياتك ما شفته. رح افضحك قدام كل العالم، وانت تعرف شو يعني افضحك قدام كل العالم. يا ميت، أهلين وسهلين بالمعلم مختار. والله بالمهلي يا أبو محمود، بالمهلي. أخي، أنا جاي أحكي معك جوز كلام وبدي إياك تسمعه مني منيح. خير؟ الله يجعلك بخير. أنت يا أبو محمود تعبت كتير بحياتك، تأهرمت وشيت
وصار الواجب انك ترتاح. بعم اقول لحالي يعني ليش ما بتخلي ابنك وائل يشتغل بدالك بالمحل؟ ما شاء الله صار شاب وبيقدر يشيل الشغل كله. شو راح شكاني لك؟ لا لا ما بتقدر تقول اشتكى، فش خلقه يعني، بس انا لقيت انه الحق معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسلموا الايدين يا بنتي. صحة وهنا. يسلموا بابا يسلموا. ما شاء الله كبروا الاولاد، كبروا يا ابو محمود. صحة وهنا. كبروا وكبرونا معهم. ما بعرف شلون هالعمر هرب من بين ايدينا. يا سيدي. اهلين عبير، تفضلي. تفضلي. كريمة بيسألك، هاشم موجود؟ لا هاشم بالدوام. مطول ليجي؟ يعني ما له وقت. خير في شي؟ صاير معك شي؟ اشتقت لك كثير. دايما يعني اشتقت لي. بتعرف قديش بحبك انا. لك اخ منك اخ. خدي هدول اعطيهم لامك. شكرا كثير. الله يحميك يا رب يخلي لي اياك. انا رايح هلا. بتعرفي اذا بتفتحي الباب او بتطلعي لبرا؟ هالمرة راسك رح كسره. لا أكيد ما رح أعمل هيك. بدك شي؟ سلامتك. رح ترجع تنام عندي اليوم؟ ما بعرف. حاول. رح حاول. يلا باي. باي. مو عاجبني وضعي. لو سمحتي لما تركيني شوي بالله. صاير معك شيء؟ لا ما في شيء. طيب مثل ما بدك. بس النور تقبرين لي. بنتك كسرت لي رجلي. ليش هالشغلة كلياته؟ شو ليش؟ لسه ناقصني كثير. شوفي عروسه بدها تفرح بحالها، ها هالطقة. يا مو بنتك ذوقها صعب، ما خلت واعة مشرشحة بالسوق ما جابتها. هلا أخوكي ناقصه يعني مصاريف؟ أمي خليني مبسوطة ها. أرجيها شو جبتي لأمك؟ أرجيها لشو؟ رح أرجيها. شو كريمة خالد ما إجا؟ لا خالد بعده بالشغل. هاشم
اجت عبير وقال عاوزتك بشغل ضروري. طيب انا واصل لعندهم شوي. لا بدي تشوفك لحالك. لحالي؟ ايه خليها تشوفني اذا قدرت معناتها. ايه مثل ما عم قلكن انا بدي اهرب. مجنونه انتي؟ بدك تهربي وتتركي بيت اهلك؟ يا ستي ايه مجنونه، بدي اخذ فرصتي بالحياه. وبهالطريقة بدك تاخدي فرصتك انك تخربي بيت اهلي؟ لك انتو ليش ما عم تفهموا علي؟ انا ما عم بقدر اتحمل عيش هيك، ما عم بقدر اتحمل. حبيبتي انسي طموحاتك هي وانسي قصة عروض الازياء كلها احسن لك. هاد اللي طلع معي؟ اي لا يا ستي انا بدي سافر. ماشي مثل ما بدكن. يحدك ستي لجهنم ان شاء الله. شو هجبي هيدي؟ اللي عنا يا عن سلمة. نعم أنا النقيب نمر من الأمن الجنائي. إيه بس أنا ماني عاملة شيء. بعرف لا تخافي، أنا بس بدي أقعد أنا وياك ونشرب فنجان قهوة سوا إذا بتريدي. خير شو في؟ لا ما في شيء، يعني حابب دردش معك كلمتين، في مشكلة؟ لا أبدا بس تأخر الوقت هلا. إيه مزبوط معك حق، خليها بكرة لكان، رقم تليفونك معي، بحكي معك ونتوعد. إن شاء الله طيب. أوكي. لا لا من هون. إيه عفوا. حرام ولو ساعديها بتضل رفيقتك، حاجتك جنان انت التانية ها، وبقى تجيبي لي سيرتها، والله العظيم إذا بتجيبي لي سيرتها مرة تانية لحرمك حالك. إيه تصطفلي، أنا قايمة أعمل عشاء. ليه تحسي بحسابك؟ بدي نام. من هلا بدك تنامي؟ لك شو بدك فيني؟ إيه ليه؟ إيه تصطفلي. شو هالمجانين هدول؟ ناقصني أنا. ما ناقصني جنان، يا الله، وين أنا؟ وين الله حاططني؟ أهلاً أهلاً. أهلين يا هالة. لا ولا شيء. طيب بمرق بمرق، جاهزي القهوة. يلا سلام. يلا سلام سلام. شو خير مرة؟ ولا طالع مشوار. شو طالع مشوار؟ ما عم تقعد بالإدارة شبك عشان؟ خلاص إذا قدرت برجع، كل الأحوال بحكي معك. لا تنسى. سهلة تفضل. الحقيقة ما كنت ناوي اجي. ها بحق لك تتدلل قبل ما نقعد. شو بتحب تشرب؟ اي شيء. كاس؟ يا سلام. حلو بيتك. مقدم ودافي. خيي خالي، يعني بدك ما تاخذني وتزعل مني بهالكلمه. انت ليش بتحب وحده ما بتحبك؟ اصرعت مخي صراع، اطرقت وقرق. مشتهي شي مرة اقعد قاعدة انا وياك وندردش شي قصة من دون ما تفتح لي قصة. شباك شباك لك زي هلا انا صرت بحب واحدة ما بتحبني؟ ايه شوف حالك كيف بتموت على ماسة بنت المعلة. انا؟ ايه انت. انا بموت على ماسة بنت المعلة؟ ايه بتحبها زيد شو يعني؟ فلا تقلي انا بحب واحدة ما بتحبني.
أنا كل القصة إني صرت خايف على لما. لا عاد تخاف عليها ولا عاد تهتم فيها، لأنه هي لا أنا خايفة عليك ولا أنا مهتمة فيك. بعدين لا تفكر لما مو عرفانة شو عم تعمل. معقول هي عرفانة شو عم تعمل؟ طبعا معقول، وليش مو معقول؟ لا ولا شيء، بس يعني مستغرب أنا، يعني لا أخلاقها هيك ولا تربيتها. لك زيدو، معقول بني آدم بس ليكبر بصير ما بيقدر يحس إذا الشيء اللي عم يعمله غلط؟ لك يا خيي، عم قل لك لما عرفاني شو عم تعمل. بعدين لما بنت طموحاتها كتير عالية، ما أنا مثل باقي البنات. ما عم صدق. طيب أهلها شو رح يعملوا إذا عرفوا؟ هاي لا تتحشخ خشمك فيه، ما دخل عقل البنت، لا بتهمك لا من قريب ولا من بعيد. كيف ما بتهمني؟ البنت على القليلة بنت حارتي. خلاص ولو روح عمل اللي بدك يا اللي بيريحك، روح زد حالك تحت قطار تحت دولاب طريزينة اللي بدك يا. أنا بدي نام، تصبح على خير. طلعت الموافقة؟ طلعت. والله اسمعي مني بقالك هالروحة. لا ما فيني، لازم تكون رسالة الدكتوراه مبنية على احصائيات وحقائق. ليش عم تضحك؟ لا ما في شيء، بس بكره بعد ما تعملي احصائياتك الدقيقة ابي قابليني ونحكي. ايه طبعا اكيد رح نحكي، واكيد رح احقق حلمي. امين اللهم امين. بس ما في داعي للمسخره يعني. شبك؟ اسمعني هاشم، بيني وبينك ما حيصير شيء إلا بحالة وحدة، الحالة الشرعية، الزواج. يعني أنت مو عاملتيها قبل؟ ما دخلك إذا عاملتها ولا لا، ما دخلك إذا كان في بحياتي حدا أو لا. يعني أنا تحديداً؟ أنت تحديداً، لأنك بتشوف كل النسوان بمنظار واحد. هاشم، إذا بدك تعيش اطلع من اللي أنت فيه. سماح، خير؟ شو مفيك وليش قاعدة عندك؟ سماح، من زمان ما ناديتني بهالاسم. انت بعدت كتير كتير كتير. شو هالحكي هاد؟ ليكني جنبك. قومي نامي، قومي قومي، انا ما بقدر ضل سهران لانه بكرة عندي شغل. قومي تحركي، يلا شوف. هلا بلحقك. لا تطولي. Thank you.
حكيتيها لعبير؟ ايه اتصلت فيها طلعت لي لما قالت لي عبير نايمة. طب بس تخبرك خبريني. حاضر. وينه خالد؟ خالد نام بالورشة مبارح. بدك شي؟ ما بدك تشرب القهوة قبل ما تروح؟ لا. يا مو انت اترك هدى تعمل اللي بدها اياه، تشتري اللي بدها اياه. لك تقبرني اشتريت كل شيء، ما ضل شيء بنفسها الا اشتريته. لك يا مو عمره ما حدا يرى تشتري شو ما بدها. إيه بس صهرك لهلا ما جاب ملبوس البدا ولا راح يجيب. شو عم تحكي انت؟ لا لا عمي عم بمزح معي. مختار ليكون بتعرف شيء ومخبي علي اياها. لا ما بعرف. مرحبا تيتي. أهلين حبيبتي. جاهز بابيته؟ يلا حبيبتي يلا. يلا. خاطرك يا مو. الله يرضى عليك تقبر. مع السلامة. بس كوني انتي الشام وتعلقي نص القلب عشكلها شامي وعاهد هادت نبض القلب توعدني وبتنام وبيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي وبيصير نبض الوقت ع نبضك ضيك الشامي. لو كنت انت الدنيا رح اكون مثل الشام بتعلق بنص القلب عشكلها شامي وبتعلق بنص القلب عشكلها شامي عاهد هدت نبض القلب توعدني وبتنام بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي بيصير نبض الوقت ع نبضك الشامي. لما الغمام يزيح القلب مركب حن والعشق ميناء القلب مركب حن والعشق ميناء ورح كون مين الحب ترتب الأحلام
رح توزن موتار القالب تا تقدري.